بنتكلم عن الصيد، بس يا ترى مين اللي بيصطاد التاني، الراجل ولا الست؟ وكنا بنتكلم بالظبط عن الصيد المشروع. وخلينا افكركم ان احنا كنا بنقول ادام الصيد بطريقة مشروعة يعني هيساعد الانسان ان هو يوصل لهدفه بطريقة ما تتعداش القيم والمبادئ، ونكون يعني هدفنا خير، يعني مش مفيش لعب وتسلية، بنحاول نحقق حاجة كويسة. فبتهيألي كده دي طريقة مشروعة. اتفق معاكي يا امل، وانه كمان زي ما كنت بتكلم هو القرار اصلا حتى على الطرفين، قرار الارتباط وتحمل المسؤوليه ده مش خطوه سهله، هو قرار فعلا مصيري تمام، حاسم جدا في حياه الاثنين، العمليه والمستقبليه مع بعض، ويمكن في كل حاجه يعني بيأثر بالظبط. بشكل كامل على حياته وبيبدأ حياه جديده. وبما ان القرار اصلا معناه انه عندي او القدره يعني على التفضيل ما بين الامور او بعض الامور المتوفره والمتاحه، تمام، فلو انا كنت خلاص شفت او خدت قربت قوي من القرار ده وشفت المواصفات اللي انا كنت راسمها قبل كده في شخص، وانا دلوقتي بحاول ان انا ارمي الشبك شبك. عشان اصاد، فده ما فيهوش طالما انا نيتي سليمة زي ما انتي اه قلتي ده ما فيهوش اي مشكلة، ليه لأ يعني. بالظبط. وعارف كمان كمان الجواز التقليدي زي ما بنقول، يعني من ضمن الطرق الارتباط اللي هي الصالونات والمعارف بيتقال عليها الجواز التقليدي، دي حاجة من الحاجات المشروعة. في ناس كتير بتبقى شايفة ان الطريقة دي مش مش حلوة مناسبة او مش مستحبة او خلاص بقى ادمت ومبقاش فيه الكلام ده، مع انها بس حاجة كلام كويسة. يعني هي بالظبط. حاجة كويسة جدا، دي حاجة ما تقللش من اي ست في الدنيا. هي دي حاجة انا واحدة من الناس شايفة ان دي حاجة تعلي منها، يعني ليه لأ؟ يعني احنا بنتطور، بس دي طريقة كويسة جدا. لا غير ان كتير كمان الطريقة دي بتحصل اصلا في الغالب ازاي، بيبقى شخص يعرف الراجل ده وحد تاني يعرف البنت ايوه دي وهم عارفين عنهم يمكن حاجات كتير، فممكن بيشوف حاجات ان دول ينفعوا مع بعض، فممكن جدا يحصل القبول في المقابلة اللي هي مترتبة، يعني ايوه الناس بس بتبص لها عشان هي مقابلة مترتبة، لكن في الاخر ايوه لو انا واحدة قابلتها معايا في الشغل معايا في الجامعة معايا في ايا كان صح، وحصل قبول وحصل ان احنا ما بيننا ارتباط، فهي هو الموقف بس اللي اختلف هي ان الموقف ده مرتب وده مش مرتب، يعني فهي في بالظبط النهاية ممكن اصلا يكون الشريك اللي انت مستنياه يجي بالطريقة دي او بالظبط. الشريكة اللي انت مستنياها ممكن تيجي بالطريقة هي دي. اهم حاجة ان احنا نبص للطرف التاني ايه الحاجات الايجابية، هل الطرف التاني ده مناسب ليا ولا لا، نشوف ايه المميزات، لو في عيوب نبقى عارفين احنا هنقدر نتقبل العيوب دي ولا لا. وبرضو مصممة في الاول وفي الاخر ان الراجل هو اللي بيصطاد الست. طيب خلينا في النهاية نقول انه من حقك ومن حقك ان يكون ليك مواصفات حاططها للبني ادم اللي عايزه يشاركك حياتك، وانك تختاره بكامل ارادتك وانك تفكر بعقلك وقلبك وما بينهم روحك اللي بتحسسك انك مطمن، ولو اطمنت يبقى ارمي الشبكة يا معلم وما تقلقش. ويعني للأسف احنا خلصت حلقات برنامج حقي وحقك، وكنت مبسوط جدا معاك يا امل خلال الحلقات، وانا كمان والله مبسوطة يا صفوت بالبرنامج، ويا رب المشاهدين كمان يكونوا اتبسطوا معانا في برنامج حقي وحقك. برضه لحد الاخر احنا لحد مختلفين دلوقتي ولكن احنا معا للنهايه. هتوحشونا جدا وان شاء الله نتقابل في برامج تانية الفتره القادمه، واترككم في امان الله.